حزن يعم أرجاء المملكة العربية السعودية اليوم لدرجة وصفها المغردون بفاجعة الوطن لوفاة اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، والذي دشن له السعوديون اليوم هاشتاج باسمه. هذا الهاشتاج سجل أكثر من 1,000,000 تغريدة بعد انطلاقه، وامتلأت الهاشتاجات بالدعوات والحزن العميق على رحيل هذا الرجل الذي يعتبر أيقونة اعتادوا وجودها. اهتزت المملكة العربية السعودية لوفاة اللواء عبد العزيز الفغم، ليس لأنه الحارس الشخصي الملازم للملك سلمان في كل مكان، وإنما للطريقة التي رحل بها هذا الرجل. هي طريقة صدمت الجميع، إذ قتل برصاصة غدر. شرطة مكة كشفت تفاصيل الجريمة التي وقعت عندما كان حارس الملك في زيارة لأحد أصدقائه في جدة، وفي منزل صديقه دخل عليهم صديق آخر. تطور النقاش مع هذا الصديق الثالث واحتد بينهما لدرجة خرج هذا الصديق من المنزل، ثم عاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على الفغم واثنين معه، هما شقيق صاحب المنزل وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، وأصيبوا جميعا. القاتل حاول الهرب بعد جريمته، لكن قوة أمنية لاحقته فاشتبك معها وأطلق عليها الرصاص فأردته قتيلا. هذه الجريمة المؤلمة حازت على اهتمام رسمي كبير في المملكة العربية السعودية، خاصة بعد وفاة اللواء الفغم. وعبر كل من وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد عبد الله القصبي وتركي الدخيل سفير المملكة العربية السعودية في الإمارات، وأيضا بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد السعودي، وثامر السبهان وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج، وآخرين غيرهم، كل منهم عبر عن حزنه على وفاة هذا الرجل بهذه الطريقة. إذن من هو اللواء عبد العزيز الفغم الذي نال كل هذا الحب من المملكة؟ اللواء عبد العزيز الفغم كان يوصف دائما بالحارس الأمين، ويلقب بحارس الملوك لأنه كان حارسا شخصيا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبقي في منصبه مع تولي الملك الملك سلمان الحكم، كما حاز على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من الأكاديمية العالمية المتخصصة بشؤون الأمن، وتمت ترقيته عام 2017 ترقية استثنائية من عميد إلى لواء تقديراً لجهوده وتفانيه في العمل. هؤلاء هم من يعملون بصمت ويرحلون بضجيج. لهذا انتشرت الكثير من مقاطع الفيديو عبر السوشيال ميديا لحارس الملك سلمان، قيل إنها الفيديوهات الأخيرة لعبد العزيز الفغم. من أبرزها فيديو يظهر فيه وهو يمارس رياضة المشي. فيديو آخر للفغم يواسي فيه أهل أحد شهداء المملكة العربية السعودية، لنشاهد ماذا قال.
ولا عطاه مضرب. ترى كلنا اللي حنا كلنا اخوانك وعيالك. ما يحتاج انا راح ترى كلنا والله ان اللي زيي يطلع بس والله ان نزع من قلوبنا نزع، لكن اللي زيي يقول هذا بياض وجه وان شاء الله يبلق ربه. والله عيد وكلنا اهل تشوف ترى كلنا عيالك باذن الله. الله يسلمك الله يسلمك كلنا عيالك. لا ترد من كبيرنا انا تراني لاني اجعلك وسالمي اقل مقام فيهم، لكنهم مقام اخواني وانا بالنيابه عنهم اقول. رحم الله الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم، وإلى جنات الخلد إن شاء الله.